خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيشهد ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون في شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كمان في نشاط رياح على أغلب الأنحاء هتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 32، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم طبعا الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خليني أرجع مرة تانية لمحمد وباسنت علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. يعني أحلى خبر إن درجة الحرارة كده رجعت تاني، إن شاء الله الربيع جاي فالدنيا تبقى أحلى وأحلى وشمس بقى وكده إن شاء الله. الحمد لله، شكرا ليك يا دينا، بنشكرك.